الناس معا بروح رياضية. تحياتي إخواني، بداية أسبوع موفقة وأهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم تكتيك على أوريزون تي في. طبعا حكا نرجعوا للمواضيع ديال الحدث. بين الأشياء اللي كنا كحدث طبعا حكا نعرفوا ما وقع مؤخرا في البرمجة ديال لقاء رجاء ضد الزمامرة وما صاحبها من كلام هنا وهناك. فلي واضح وواضح للجميع حاليا هو أنه كاين عدم تفاهم ولو بين الرجاء والعصبة الاحترافية لكرة القدم، ولو في الأخير العصبة الاحترافية رضخت لموقف الرجاء الرياضي واللي كان بيطلبوا إلحاح من مدرب جمال السلامي لأنه بغى الفريق يستعد ديالو في أحسن الظروف أمام فريق لو تي بي مازيمبي تو بيسون مازيمبي اللي وصلوا للمغرب. غنرجعوا ظروف الاستقبال ديالهم والوصول ديالهم والظروف الصحية للاعبين الرجاء وهادشي كله غنرجعوا لهم مع الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي سي سعيد وهبي بطبيعة الحال. مواضيع حصة اليوم: الرجاء والعصبة وقصة لقاءات المؤجلة، وصول وفد مازيمبي وكيف يستعد الأخضر لهذه المقابلة، الوداد ضد الزامرة هي النهاية وما صحة قيمة أو قصة قيمة الفسخ 900 و750، كله شنو تيقول غاريدو قريبا مطر محمد الخامس، يمكن دابا راه وصل نورمالمون على حسب الأصداء اللي عندنا للتفاوض مع فريق الوداد الرياضي. هذا الخبر اللي كاين أولي، ولكن الله أعلم إذا ظهرت أمور أخرى في المستقبل، هذا كيبقى فقط كخبر. عودة لمباراة نهاية الأسبوع، كاين حدث الآن قاري إفريقي هو عدم حضور الزمالك المصري بطبيعة الحال مباراة الديربي مع فريق أهلي المصري. بطبيعة الحال الزمالك المصري تيكون عندي قوة قاهرة، كاين هما تا هما عندهم صراع مع واحد اللجنة خماسية تسير كرة القدم داخل مصر، بالضبط واحد اسمه عمر الجنيدي، والرئيس الزمالك كان رافض يلعب المقابلة، وكله كيفاش كيف السرعة، رئيس الزمالك تيقول سيدي لا الوقت غير مناسب، وكانت قوة من بعد كيقول قوة قاهرة وطقوا داكشي في محضر. بعد الاتحاد المصري بطلب بطلب او لا بعد ما تحقق امر على حسب الاتحاد المصري كيقولوا بانهم تاكدوا بان ما كاين حتى شي امر بان غتكون هناك قرارات صارمه بحق الزمالك اللي اعتبروه ما حضرش للمقابله. بينما رئيس الزمالك تعدو مداخلات قبل قليل اعلاميه منها في قناه صدى البلد المصريه واللي تيفند هذه المساله وكيقول تعرفوا رئيس الزمالك هو انسان اللي مثير الجدل ومعروف مصر ماشي فقط في القضايا الرياضيه حتى في القضايا السياسيه، ومطلوب تما في برامج ديال التولك شو لانه تيدير له الشو وعنده هذا اللسان صليت مع احترامي شخصو. انا كندوي على الشو ديالو كشخص معدنا به دخل، طبيعي الحال يظل انسان محترم، انما اللي لاحظت وانا بزاف الجماهير المغربيه مش كتعاطف مع هذا النوع ديال الرؤساء مع احترامنا قراراته ويسير فريق كبير افريقي وعربي، انما تظل مجموعه من تدخلاته وقراراته فيها نقاش كبير وصالح اللسان وعنده بزاف ديال الكلمات ماشي هما هذوك. وهذا مساله معروفه ومعروف واحد اللازمه تيبقى يقولها، ما نقدرش نقولها انا، معروفه عند المصريين واحد اللازمه عنده تيبقى يعاودها ديما، راه قاعد داروا بها فيديو كليبي بوحده ديك اللازم. علي القرار ديال الاتحاد المصري راه يعطينا دابا السي خالد، ومن بعد قبل ما نستقبل السي سعيد وهبي للتوثيق فقط نعطيكم التصريح ديالو اللي كان قبل قليل في احدى القنوات المصريه اللي هي صدى البلد واللي خدا فيها واحد الحيز الزمني وقال فيها وجهه النظر ديالو. لا ماشي نفس ما يقع في البطوله، الرجاء عنده موقف اخر، الرجاء عنده موقف اخر باش الناس ما تشبههاش. الرجاء الرياضي ما عندوش هذا السجل، الرجاء الرياضي يقول بانه القوه القاهره عند الرجاء كاين عنده ما يثبت بان عنده القوه القاهره، انما جامع العصبه تستند على محضر توقع بينو وبين كيقول لا سيدي واخا كاين هذه المساله ديال بين بلدين فحنا انتم وقعتوا معنا واحد الالتزام كذا. الرجاء كيقول لا سيدي انا تعذر عليا وعندي مراسلات رسميه، ومني راسلتكم بعد المحضر باش تجاوبوني ما جاوبتونيش وانا مشيت وانا مكنتش لان كاين القانون اللي تيتكلم على واحد الموضوع اخر. رئيس الزمالك ما عندوش هادشي، بغى يدير قوه القاهره باش قال لهم طاحت الشتا والطريق كانت عامره، الطريق كانت عامره وما كاينش منافيد ما قدرتش نوثق، ومشى لواحد المركز الشرطه اللي هو في ديك المنطقه اللي كان فيها الحافله الزمالك ووثق حاله بانه كذا كذا الى غيره الى غيره، ويستند على الامر. وهذه مساله اخرى، الرجاء لم يكن بالمغرب
باش نكون واضحين باش الناس ما تخلطش امور، وهي ماشي نفس الحاله، لان هادشي انتشر بواحد الطريقه، هو انسان عنده موقف وعنده كذا، كتعرفوا دوك الناس عندهم قنوات خاصه الى خيره الى غيره الى غيره من الامور. ولكن اللي واقع دابا هو ان الرجاء والعصبه الاحترافي في كره قدم المغرب ماشي على تفاهم، هذه مساله واقعيه، ولو ان الرجاء تيقول حنا شركاء العصبه، انما هذا واقع دابا، ما كاينش تفاهم في المواقف، وهذه مساله عاديه. في مسألة أخرى، جميع صالحي محبوبة، لا رئيس الجامعة دخل كحكم، لأن الرجاء مشات عند العصبة وما خدتش قرار رسمي، كطلع عند الحكم، الحكم الكبير هو الجامعة، لأن هي أم اللعبة، اللعبة هي كرة القدم، يعني كتمشي مع عصبة الهوات والعصبة الاحترافية وكذا، ويقدروا أنهم وديين يطلبوا من العصبة بأن تلين الموقف ديالها، وهذا ما حصل بكل، أنا نعطيكم كواليس ديال هذا ما حصل، بأن تدخل الجامعة وكان اللي تنهي الموقف، أسيدي هذه فرقتنا وكذا، غادي نلقاو ليها شي تاريخ. والرجاء تيقول أودي أنا ملتزم نلعب في تواريخ الشان، إنما تواريخ الفيفا أشنو يضمنني بأن عمو تيدي ليا سبعة اللعابة ويمشي ليا مالونغو ويمشي ليا كذا كذا، وما يبقاش عندي فريق كامل باش نلعب؟ هذا موقف الرجاء، يلتزم يلعب في موقف في تواريخ الشان، وبالنسبه لتواريخ الفيفا استحاله اللعب فيها، ومن ثم طرى النقاش، مني منك مني منك، كل وجهه النظر ديالو بطبيعه الحال. في تصريحات رسميه قبل قليل لاحد المواقع الزميله سي سعيد الناصري، يقول بان هذا الجدل على العصبه الاحترافيه فهو سيتقدم مشروع بصفته كبرلماني فيه استقلاليه العصبه، على حسب هذا الكلام، انا مازال ما تواصلتش معاه، ان شاء الله متواصل معاه نشوفوا واش فعلا هو ينوي تقدم هذا الصبر الرسمي من زميله ديالنا البطوله، واللي غادي مشكل بين الرجاء والرئيس. انا تنتكلم على المؤسسات، انا ما تنتكلمش دابا على الرئيس، وهذا باش ما نشخصوش القضيه ونردوها ديربي، خلينا في المؤسسات. ولكن كانت عندهم علم برمجة المقاومه وفقا، كنت كمسؤول مكتب الرجاء السي امين، انا تنقول دابا هو اش يقولوا، ما يمكنش دابا ندير النيه، النيه ما كتولي قانون كتمشي فيه النيه، يجب على النظر في كيف تسير البطوله، وكان من الافضل عدم تدخل لان ركبت على تخصص العصبه مهدي علي. خويا امين ما جاش معك خويا راه، هل يعقل محمد امين ان السرقه تجتمع 9 ساعات لاتخاذ قرار في موضوعين ممرون لا 8 ساعات؟ هذا الشيء غير معقول. ماذا عن جاهزيه المتولي والحافظين للمباراه؟ شنو نسولو؟ خلي عليك مصر شوف فضائح الكريم في البطوله سعيد. في المغرب لا، والموضوع راه انتشر في المغرب وخدا واحد الحيز الزمني. امين مازيمبي قوجدو قد صاروا بشكل جيد. عبد الحميد حارتي لا ازدواجيه تمام داخل المؤسسه الرياضيه واستغلال النفوذ دائما. هل ممكن استدعاء سعيد الناصر؟ او ان شاء الله، ان شاء الله نحاول نتواصل معاه الا بغى يعطيني تصريح، ماشي اليوم لانني ما علموش مع عامز دابا فين يقدر يكون السيد، ممكنش يتصل بها هكذا بهذا البساطه. تكونوا معنا بطبيعه الحال بارطاج، غنتصلوا بسي سعيد وهبي الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي، قبل ما يكون عندنا تواصل باخر مسجلات قضيه دوزابر، وهذا واللي غناخذوه مع منعم قدم لي متابع جيد لاخبار الخاصه بهذه القضيه هذه، وغنتكلموا معاه على هذه المساله بطبيعه الحال. ريتما يكون عندنا الفيديو ان شاء الله من بعد، قضيه الزمالك نرجعوا له ونعطيكم ونعرض لكم الفيديو ديال رئيس فريق الزمالك مستشار، ما يسمون مستشار مرداد منصور، هو في الاصل عنده مكتب محاماه دولي بطبيعه الحال، واللي واضح بانه هو معك عنده موقف، انا ماشي شغلي فيه، انما تيبقى هو كمثال بزاف، تبارك الله هذا هو الرئيس وهذا كذا وهذا، كيش يكون مع احترامي لشخصه مواقفه في بعض الاحيان ماشي هي هذيك، وما فيه كلامه في بعض الاحيان ما مقبولش يكون رئيس ديال صرخ كروي بحال الزمالك، او صرخ كروي بحال الزمالك، يهضر بعض الاحيان بكلمات اللي هي مبتذله او ماشي هي هذيك، كومام الزمالك يمثل واحد المنطقه اللي هي راقيه جدا بمصر الى اخره. معنا على الخط مباشره عضو المكتب المسير والناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي لكره القدم بطبيعه الحال سي سعيد وهبي. اهلا سي سعيد. اهلا سي محمد امين وشكرا على الاستضافه. شكرا لك انت معنا، يعني الزمالك منسحب للتواصل، شكرا للرجاء بطبيعه الحال على الانفتاح على وسائل الاعلام. سي سعيد بطبيعه الحال باش لكي لا نكرر الكلام، هل تؤكد بان الاجتماع اللي تداوله الرجاء مع العصبه الاحترافيه في كره القدم كمؤسسه دام 8 ساعات؟ اؤكد ذلك. يوم الجمعة اجتماع ماراثوني دام أكثر من 8 ساعات. إداريا هو أمر غير مقبول يا سي سعيد، ما تندويش أنا على ما دار في الاجتماع، وإداريا أمر صعب 8 ساعات، تنهضروا على برمجة محددة وعلى هذا،
امر كان متعب نوعا ما، وهذا هو اللي خلى بزاف ديال التاويلات مي طول هذا الاجتماع، لان خرجت بزاف القصص. فشنو هي الوضعيه على حسب طبيعه الحال الان الماتش اجل، انما شنو هو اللي كان تداول اللي خلى النقطه تطول بهذه الطريقه هذه؟ فالاخ محمد امين، غادي نحط الجمهور العريض والوفي ديال فريق الرجاء الرياضي في الصوره. فهذا الاجتماع اولا احنا مشينا ليه بتوجيهات ديال السي جواد زياد واعضاء المكتب المديري. توجيهات كانت كالتالي: اولا حسن نية باش يمكن لك تفاوض، خصك تكون عندك حسن نية تستدير لا بون فوا. التوجه الثاني هو الشراكه، اوني دي بارتنير، حنا شركاء ديال العصبه الاحترافيه وشركاء ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وشركاء ديال المنظومه الكرويه في المغرب بصفه عامه. ثالثا مشينا باش نلقاو واحد العلاقه ديال رابح رابح. ورابعا مشينا باش نحطوا الفريق الوطني فوق كل اعتبار. اذا مشينا بهذه التوجهات، وملي دخلنا الاجتماع وشهد لله فالاخوان ديال العصبه الاحترافيه كانوا تيشاركونا هالتوجه، وعندهم هما اكراهات ديال العصبه الاحترافيه. اكراه هو ان كاين لا بيريود شان للبطوله غتوقف فيها على الاقل اربعه الاسابيع، على الاكثر اربعه الاسابيع، ونتمنى تكون اربعه الاسابيع. علاش؟ لان الا بقات اربعه الاسابيع الفريق الوطني يوصل النهايه ويلعب مقابله نهائيه ويفوز بها، وهذا ان شاء الله يكون يتحقق ان شاء الله. اكراه ثاني وهو ان كاين اكراهات اللي عند العصبه الاحترافيه، حيت ما كاينش غير فريق الرجاء الرياضي اللي مشارك في لا تشامبيونز ليغ، كاين فريق الوداد الرياضي، كاين النهضه البركانيه، كاين حسنيه تكادير. وكما تتقولوا دائما انتم كاين فريقين اخرين ما تيلعبوش. اذا هذه الاكراهات كلها حنا شاطرناها مع العصبه الاحترافيه، والعصبه الاحترافيه فهمت ان فريق الرجاء الرياضي عنده ثلاثه استحقاقات، الا وهي البطوله وكاس العرب ولا تشامبيونز ليغ. اذا جيسكا بريزون كل شيء كان غادي مزيان. في الاواخر في الاخير فاحنا اتفقنا ان المقابله ديال نهضه الزمامره غتاجل وغتلعب في هذيك لابيريود شان. وفي هذيك لابيريود شان غير سي ان ديتاي تكنيك باش الاخوان يفهموا، في هذيك لابيريود شان جات فيها واحد لادات فيفا. جات فيها ديك لادات فيفا، فاحنا قلنا لهم في هذيك لادات فيفا ما غنلعبوش المقابلات المؤجله ديالنا، لان في هذيك لادات فيفا غنتحرموا من اربعه اللاعبين الدوليين الافارقه ديالنا. مالونغو، نكا، نكوما، اي سند ورفلي. على الاقل بعد جوج غيكون استدعاؤهم، على الاقل. على الاقل، على الاقل، ياك؟ اذا الاخوان ديال العصبه الاحترافيه مشكورين وتفهموا وتفهموا هذه الوضعيه هذه، والسيد رئيس نهضه الزمامره كان ديناميكي وايجابي، ما كان عنده حتى شي مشكل، قال لك اودي انا الفريق الرجاء الرياضي تيمثل المغرب، جي بو غوتاردي لو ماتش حتى لا دات شان، دونك ما كان حتى شي مشكل، كان داكشي سلس، بما ان كانت حسن النيه دي دو كوتي والشراكه دي دو كوتي جوسكا بريزون تو سباس فيها. ففي الوقت اللي كنا غادي نوقعوا على المحضر تيوجدوا فيه باش يوجدوه، جات مكالمه هاتفيه علمنا السيد الكاتب العام ديال العصبه الاحترافيه ان الرجاء خاصها تلعب في هذيك لادات شان، باردو لادات فيفا تاعها. اذا هنا الوفد اللي كان تيمثل فريق الرجاء الرياضي اللي تيتمثل في السيد خالد ابراهيمي نائب الرئيس والسيد خالد سعداوي المكتب المدير الاداري، فتبين لنا ان في هذيك الوقيته هذاك خط احمر، في هذيك الوقيته ان مصالح الرجاء الرياضي ما بقاتش شوفغاردي، في هذيك الوقيته ان الشراكه ما بقاتش، في هذيك الوقيته ما بقاتش رابح رابح، ولا رابح العصبه الاحترافيه والرجاء خسر. دونك هذه العلاقه رابح خسر احنا رفضناها تماما، وانسحبنا، خرجنا من الاجتماع. و ايمدياتمون وغتسمح لي غنقول هذه كما تتقال بالدارجه، فالناس ديال العصبه الاحترافيه زربوا علينا وخرجوا البروغرام وخرجوا الكوميسير دو ماتش وزون ديزيني لابيتر، وحنايا مالوغوزمون اون كونستاتي افيك بوكو دو روغري هذيك المكالمة الهاتفية اللي جات للمكالمة الهاتفية لحساب الكاتب العام، جات من الرئيس ديال العصبة الاحترافية اللي حط الفيتو ديالو، حنا ما قبلناش. ومع ذلك شوف إن الله يحب العبد الملحاح، الحكمة ديال السي جواد وديال الإخوان المكتب المديري، فلا نوي بورت كونساي راسلنا الجامعة الملكية المغربية احتكمتوا الأربيتري، يعني حيت الجامعة هي فوق الجامعة، الأربيتري ولات هي الجامعة آنذاك.
المهم احنا يعني اتجهنا للمؤسسة الكبرى في المغرب، في الشخص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومرة أخرى السيد محترم فوزي القجع درس الموضوع والقرار خرج، عرفته كل شيء تعرف القرار هو أن المقابلة غتأجل، وكاع المقابلات المؤجلين ديال فريق الرجاء الرياضي غتلعب في هذيك لابيلوتشان بدون اللاعبين الدوليين ديال فريق الرجاء الرياضي المغاربة اون دور دو لابيريوتشان. الى جات مثلا في لابيريوتشان غادي نلعبوا من اللعبه الافريقيين، وحنا قبلنا واتفقنا على هذا الشيء وغادي نلتزموا به، وتنظن ان هاد الجدل اللي وقع راه سي نورمال وقع، وحنا سي با ان تريونفاليزم، حنا ما تنقولوش انتصرنا او انهزمنا، فالحمد لله سي با ان بغات فير. الحمد لله الجامعه الملكيه المغربيه تقدم الى ترونشي، وفريق الرجاء الرياضي الان تيوجد المقابله ديال الحاسمه مع تي بي مازامبي اللي غتجري ان شاء الله نهار الجمعه مع 8 الليل في المركب محمد الخامس. فوالا خويا الكرونولوجي دي في جو فولي راكونتي. نعم كيف ما انزلت، يعني ما زدتي ما يعني زدتي كلمه وحده هي مالوغوزمون وحده درتي هذيك مالوغوزمون جاي اللي في ديال ما وقع تبزات عليا باش نقول ما كاين مشكل، لا بالعكس سي سعيد في اطار البسطة. سي سعيد لك الحق تقول لي تماما الاجتماع بدا مع 3:00 حتى 11:00 الليل كلشي كان غادي، امر غير مقبول غير مقبول نهائيا اداريا ان يدوم الاجتماع بهذه الطريقه هذه وبهذا في مساله. انما اسمح لي نسولك واحد السؤال، هل التاجيل كان قرار اجماعي رجاوي، يعني اجماع ديال المكتب، اولا المدرب طلب من المكتب بانه خصو يكون عنده وقت باش يوجد الفرقه ديالو للقاء مهم لعصبه الابطال الافريقيه؟ انا تنظن السؤال ماشي هو هذا محمد. تفضل طلع اونامون واحد غير نهار افون راه المقابله ديال الخميس والجمعه، نكمل راه جات من الملكات المصوته راه نهار الخميس. نعم اذا كنا غريكيبيرو الجمعه والسبت والحد ولعبوا الاثنين. نعم ما كانش كل مقابله كانت نهار الخميس، كنا غنلعبوا نهار الاثنين. جواب واضح جواب. الله يجزاك بخير، شكرا. جواب دوك كون كانت الخميس ما كانش غيكون عندكم مشكله ديال نهار الاثنين نهائيا، دوك حنا ما عمرنا فتحنا شي جدال. قيل بانه الرجاء وركات دونك بالنسبه لكم لو لعبتم الخميس لكانت المباراه يوم الاثنين بدون مشاكل. تماما، وفريق الرجاء الرياضي انا غادي نحطك في الصوره والجمهور المغربي بصفه عامه والجمهور الرجاوي بصفه خاصه، ففريق الرجاء الرياضي بطوله الخليج تالي نهار 12 فبراير. لعبنا مقابلة الجيش. نعم. ألو. تسمعني؟ سي سعيد تفضل. كيف باش نبين لك الإيجابية والديناميكية ولو باغتي اللي الراجل فقالوا لنا غادي خصكم تلعبوا نهار 12 فبراير بطولة الخريف سالي 12 فبراير. لعبنا 12 فبراير مع الجيش الملكي بالفريق الثاني. كلشي تعرف. سافرنا مع وحدة الصباح. الجمعة سافرنا للقاهرة، وصلنا مع 7 الصباح، وصلنا الإسماعيلية 12، تعرف الاقتضاد باش ترافيرسي القاهرة خصك 3 سوايع ديال الطريق. إذا فريق الرجاء الرياضي تيشارك تيساهم شاك فوكوسي بوسيبل، تيساهم باش العصبة الاحترافية تكون عندها واحد البرمجة اللي تيساتيسفي توت لي زيكيب، باسكو حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجة فابور، تنطلبوا غير المساواة. والبطولة الخريف راه 12 فبراير، الاستحقاقات اللي عندنا دابا محمد أمين غنلعبوا الجمعة 28، الجمعة الأخرى لو 6 لو مباشي، لو مباشي تتعرف أنت افون دوازو من كازابلانكا لو مباشي 9000 كيلومتر. هل الرجاء سيختار الطائرة الخاصة؟ كاين واحد اللجنه خدامه على لوجيستيك التنقل فريق الرجاء الرياضي، ويخرجوا القرار ان شاء الله في 24 و 36 ساعه. اسئله وغادي نرجعهم لهم مباشر، وغادي نستقبلوا الاسماعيلي المصري في مقابله حارقه في نهايه كاس العرب. وكما تعرف الجميع فكاس العرب هذه السنه تتحمل اسم واسم غالي، الا هو اسم جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وفريق الرجاء الرياضي خصو يدافع على الحقوق ديالو باش ان شاء الله يوصل النهايه، ولما لا انتصر بها ويكون هذا تنطلب واحد حافز عند اللعيبه وعند المدرب وعند مكتب المديري باش نوصلوا ليه ان شاء الله باذن الله، ولما لا. دونك on a toujours participé avec la ligue professionnelle chaque fois mais ملي تنشوفوا الحقوق ديالنا مضمونه، هذا هو الواجب ديالنا باش ندافعوا على الحق ديالنا في اطار القانون، اطار المصداقيه، واطار تكافؤ الفرص فقط، هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. هل بزاف الرجاويين كيطلبوا اخبار ديال المصابين الرجاء خاصه وابرزهم طبيعه الحال متولي والحافظي وناناح،
فواش كاين شي جديد بخصوص حالة هاد الإخوان سي سعيد؟ تماما، فالحمد لله الانفيرمي دراجة تتفرق بشوية بشوية، فالحفيدي راه تيدر مع الفريق. عمر بوطيب من بعد واحد دوز واحد الاسابيع في الدوحه في اسبيطار، وسوسيزي لوكازو باش نشكر جزيل الشكر المسؤولين ديال الاسبيطار على الشراكه اللي عندنا مع فريق الرجاء الرياضي. عمر بوطيب راه تيدرب مع الفريق. مستولي خرج من لاغياتليتيزاسيون وغادي يلتحق بالمجموعه. نناح قرب يسالي لا بيريود دو رياتليتيزاسيون ويدخل مع المجموعه. اذا الحمد لله بشويه بشويه لانفيرموري تتخوى، ونتمنى تبقى خاويه ديما، ما نتمنى تبقى خاويه ما عدا عمر بوطيب ومحمد دويك. مالوغوزمون عمر بوطيب محمد دويك غيدير عمليه جراحيه، راه الان في لا بيريود لا ريدوكاسيون غيدير عمليه جراحيه. محمود بن حليب راه في قطر وعند تحت اشراف واحد اللجنه طبيه مهمه، وغتاخذ القرار ديالها في الايام القليله القادمه. دونك لانفيرموري ديالنا تتفرغ بشويه بشويه، وان شاء الله حنايا هدرت المقابلات. وبهذه المناسبه راه الانسان خصو يفهم ان الطاقم الطبي تيدير واحد العمل جاد وجاد جدا، راه تلعبوا على تيران ناتوريل محمد امين في مصر في القاهره، لعبنا في تيران ناتوريل موين كاليتي، مشينا لوتزم تيران سينتيتيك، غادي نلعبوا في تيران ناتوريل، غنمشي لو مونباتشي غنلعبوا في تيران ارتيفيسيال. دونك هاد راه الناس اللي تيفهموا في الكره والتقنيه تيعرفوا راه تيبقى لاعب كره القدم، راه الله يكون في العون، ونتمنى ان شاء الله ما يكون حتى شي بلوسير في الايام القادمه. تحياتي السي سعيد وهبي، ومتمنياتنا ان شاء الله بالتوفيق الرجاء امام تي بي مازيمبي. شكرا سيدي. تحياتي بقى. تحياتي السي سعيد وهبي اللي كان معنا على المباشره. غير اللي ومن بعد نرجع مع الناس قرا الاراء ديال الاخوان اللي باش سمحوا لي لان انا الصوت وخصني فيه واحد المشكله في ودي. اللي تدقيق غنقرا وغنستقبل بعد قليل السي ملعب المقدم. انا لقاء جديد راه باقي ما كاين والو، انا نقول لكم خبر دابا لقاء جديد ولا خبر ما كاين والو باقي ما، وللاسف باننا حنا نعيش حاله استثنائيه باقي ما عليها حتى شي توضيح لحد الساعه من اللجان المختصه بطبيعه الحال بالمواضيع اللي تالت مؤخرا. ديزابر قصته مع الوداد، الوداد في اندحار من ناحيه الارقام ديالو، ولا هادشي كامل باقي هو الاول مؤهل، هو الاول في البطوله، انما هو الاول لان الفرق اللي حداه ما تنتشرش، خاصه فريق ضغط بركان ما كيتقدمش، وتمورد وجده كذلك ما خداش نقاط. يلا الرجاء بدا كيرجع شويه في المسار ديالو، فريق الجيش الملكي تا هو كيقلب رويدا رويدا شويه بشويه تيقرب، انما اللي كاين هو تراجع مهول في الاداء، مؤشرات خايبه على مستوى ديال الدفاع ديال الفريق الوداد الرياضي، وبزاف الامور اللي ما فهموهاش بزاف الانصار والمحبين، وحتى ديزابر اللي قال اوني دون سبيرال نيجاتيف، حنا في واحد الدوامه سلبيه، ويمكن دابا هذا هو النيفو ديالنا. بزاف الناس ما تقبلوش هذه النقطه، ونرجعوا لنقاط اخرى من هذه القضيه ديال الاهلي والزمالك، وهذه القضيه ديال نصيري اللي دي وصالح وسائل الاعلام سعيد نصيري رئيس. لماذا لك لما عندوش جواب يا اخي زكريا البجاوي؟ ما عندوش جواب. من حميد زنزول، من صاحب قرار الامن هو صاحب قرار تاجيل المقابله من الخميس الى الجمعه يا اخي، هذا ما اوتينا به من خبر فهاد النقطه هذه بطبيعه الحال. باش ابقوا معايا تشوفوا التصريح اللي كان قبل قليل لمرتضى منصور رئيس فريق الزمالك حول الأزمة الجديدة أو ديال الكرة المصرية، وهي عدم حضور الزمالك لعب مباراة ديربي أمام، هادشي خلف رد أفعال كثير. مي أنا نعطيكم ما قاله بطبيعة الحال مرتضى منصور رئيس الزمالك لقناة صدى البلد لإعلامي هناك تيتكلم على بزاف الأمور الاسم ديالو أحمد موسى. نشوفوا التصريح ديال، اعطينا سي خالد اذا سمحتي الله يجازيك بخير. خلاص يعني الزمالك منسحب نعم الزمالك منسحب كده؟ انا بقول لك وانا قلت لك انسحبت، طب ما فيش نقطه هتخصم مني. هو فين؟ طيب يا عم اراده ربنا فوق كل، هو انت عمرك شفت مطره في التاريخ كده؟ بقاله 7 ساعات الاتوبيس في الطريق. لا 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 لا, لا, لا تفصيل الان، وكل شيء متسجل. خلي بالك كل شيء متسجل بمعنى ومتوثق يعني خلي بالك إيه؟ وبتحدى بني ادم يخصم نقطه من نادي الزمالك، مش عشان فتوانة، عشان احنا عملنا الصح القانون. طيب معلش بالراحه كده، معلش انا اسف. دلوقتي
هل الاتوبيس خرج من نادي الزمالك ولا ما خرجش؟ لا تعليق. هل في اشبال الزمالك كانوا في الاتوبيس ولا ما كانوش؟ مش عرفني الاتوبيس كان فيه ايه يا احمد، انت بتكلمني وانا قاعد في البيت على السرير بتفرج عليك، ومشغل بابور الجاز اهو، والله في بابور جاز جنبي شغال. خد بالك ثانيه واحده، انا بس في فريق الاهلي والحكام في الاستاد القاهره، مالهم بقى دول؟ منتظرين نادي الزمالك يروح. طب هو فريق الزمالك لسه ما راحش؟ لا. طب دول هو حضرتك تسالني؟ بص يا احمد انا لا يعني معلش دلوقتي عشان مشاهدينا وعشان الناس، مشاهدينك محترمين، تمام، محترمه، سواء جمهور الزمالك او الاهلي او جماهير الانديه الاخرى. انا كلامي واضح. الفيلم اللي عامله طه اسماعيل على عماد متعب على مستكاوي على الاشكال دي، بقول لهم اهدى، دي مش نهايه العالم، كلهم ناس محترمه يا باشا. انا قلت له اهدى، انا قلت له كلهم ناس محترمه يا باشا، محترمين وكباتن واساتذه محترمين ما شاء الله. واخد بالك انا بحبه جدا وبحترمه عشان هو كلهم سلف يعني، كلهم تمام. فانا بقول اهو، انت عندك لوائح وقوانين مش كده؟ اللائحة بتقول إذا الزمالك ما راحش خصم 6 نقاط. ومين قال لك إنه ما راحش؟ فين هو؟ لا طب بص، هوصلها للمحكمة الرياضية الدولية. اللي هي إيه؟ ولو نقطة بقول لك أنا بتحداك يا عمرو جنايني. اخصم نقطة. هي عافية؟ مش هي لائحة؟ أنا قلت لك بإيه؟ قانون. أنا يا باشا أنا راجل قانون. آه. وأنا راجل عفياجي، وأنا بلعب مصارعة. لا انا بعدي ما نضيف كيبقى كلامه، يعني بزاف ناس هذا هو. اسمحوا لي، ما انا ماشي شغلي في الكره المصريه، انا متبع الكره المصريه واحب الكره المصريه ولاعبين المصريين خاصه اشهرهم صلاح بوتريكا الى غيره، ناس اصدقاء ديالو، عندي بزاف اعلاميين واصدقاء مصريين ومدربين بزاف منهم وكنتواصلوا دائما وانا معهم الاتصال. انما انا تنطلب من الاخوان، ما هذا ما ماشي بزاف ناس هذا هو الرئيس هذا كيدافع، ماشي هكذا كيكون دفاع ديال على الفريق ديالك، مع احترامي يجي وما يجوش، هذا كيبقى هو كيما تكلم، هو كيتكلم على القانون وغنشوفوا القانون ديال اللي كيتكلم عليه هو شنو غيقول في هذه المساله. بطبيعه الحال انا كنتصل ب طبيعه الحال بني مش نقدو، قال بون كتعرف اللاعبين له غريد واش بصح في الوداد اخبار تفيد انه غيتفاوض مع الوداد، اخبار تفيد بانه يتفاوض مع فريق الوداد الرياضي، ولكن لحد الساعه لا وجود لغاريدو بالوداد. واش بغيتو تصدروا ازمه الكره الوطنيه للخارج السامي؟ الله يهديك، انا ما دويتش دابا شي اسماء ديال الكره الوطنيه ولا غيره، ما دويتش على حتى حاجه، دوينا على واقع دابا وسمعتيه دابا حاليا بان الرجاء والعثمان ما بقاوش متفاهمين. هذا واقع دابا، انا ما تنقولش شي حاجه بغيتها انا. الرجاء والعصب احترافي كرة القدم، عطني عندنا واحد 3-4-5 ديال المواقف مختلفة خاصة الرجاء مع مؤسسة العصبة، ما متفقينش حتى في الانتخابات ديال العصبة احترافية وتجديد ديال سعيد الناصري مع اللائحة ديالو كرئيس العصبة، الرجاء لم يتفق. دوك هذا باينة، هذا موقف انا لا احلله، تنقول لكم هذا موقف، هذا الموقف ارخى بدلالة على العلاقة بيناتهم. يقول الممثل الرجاء بان حسبوا بان المكالمة جات من رئيس العصبة اللي كيقول لهم لا سيدي حنا الا كان التوالي غنقدروا نلعبوكم في ديك لحظة فيفا. الرجاء يرفض اللقاء من الخميس للجمعة، اللقاء ديال الدفاع الجديد، الرجاء اللي رفضت البرمجة ديال ديك المقابلة ولو وقعت على محضر، يا سيدي ديك محضر غير الزامي. دونك هذه مواقف، هذه مواقف تعطينا قضية، يعني قضية بان الرجاء هو العصبة ما مفاهمينش، وهذا امر عادي، راه كاينين الناس ما تيتفاهموش مع بعضياتهم. الرجاء مع العصبة الاحترافية الحالية ما مفاهمينش، وهذا الشيء دابا كيتضح مرة على مرة، ولو هما تيقولوا حنا في إطار شراكة، إطار شراكة ما كيبقاوش 8 السوايع، في بعض الأحيان راه بزاف القضايا دابا بين المؤسسات خاصة بين الفرق راه كيتقضاو في التليفون، شحال من مرة بطلب تصيفطني طلب رسمي نجاوبك بطلب رسمي إلى غيره من لي زيمايل هذا إلى آخره إلى آخره. دونك هذه مسألة الآن ولينا متأكدين منها بأنه هناك عدم تفاهم بين الرجاء والعصبة الاحترافية لكرة القدم، عدم تفاهم أو الاختلاف، ما تيعطيش بأنهم ما باغينهمش ولا هذا ولا هادشي، ما هذا موضوع آخر. رشيد سامين جيتيني صغاريتي ولا أحسنت بزاف، هذا هو اللي كاين أخويا، حيدت شوية داك
هذا تبدلوا عليك شويه الملامح كذلك يعني اقل لا اكثر. دائما الرجاء داير لكم تشويق في البطوله اش بغيتوا حسن محمد الرجاء مستدام طرف العصبه الاحترافيه. انا ما ندخلش في المواقف انا كنقرا دابا رجاء عند نقجع ما يقدروش يحكموا عليها ما تنظنش نقجع عند شي واحد هذه مساله خصنا انا لا ادافع عليه وما يدافع على راسه ولا له جميع القدرات الثقافيه وهذا الفكر يمشي يدافع على راسه مي ولا زعما اللي حسن وجهه صافي راه تخلص ماشي واش الحسن عنده علاقه بالخلاص اظن ذلك اللايف كيتقطع ما اظن ذلك المشوش مزيان مزيان سيدي حموده الحبيب الغالي وراك كمل الميساج معروف اما سير غير تسنى اقصاء امام النجم باش يجبد شي بون اللي فسخ العقد مثلا الزهر لا ما على حسب اصدقني يعني ما كاينش نهائيا قصه 700 و900 وهذا المساله كاين عقد اهداف عقد اهداف هو صعيب تقول السيد دابا راك ما غديش مثلا البطوله يعني من حسابيا راه هو الاول صعيب تقول السيد مثلا كذا لانه باقي ما لعبش الرجاء يحاولوا عندها لقاء مصير عندنا لقاء مصيري تبارك الله خويا امير عزيز شكرا سي رشيد اخي امين الله يطول عمرك سي محسن وشكرا جزيلا الله يكبر بك لاريز ديواجيت المهم داخل العصبه حمزه نزار دكالي الله يطول عمرك سي عبد الحميد هارتي اسكو علي بن جلون ما اذا انت عارف قصه اسكو ما عرفهاش ليس عدم تفاهم رجاء مستاذ بلا هضره خويا هذا رايك انت انا رايي كملاحظ تجول لنا من عدم تفاهم انت كتقول مستهدف ذاك رايك انا ما قريته الرجاء كبيره رغم كيد الحاقدين هذا السي يونسكوشي دائما مع الاراء ديال الاخوان اكبر خطا ديال الرجاء ما وقفاتش ديال نهار التصمون هذا موضوع اخر ما عندها علاقه بالموضوع علاش ما لعبتيش مع فريق اوريزونتي انا اللياقه البدنيه ما تسمحش ليا اللعب دابا كتشوف اخ ديالك راه زيد راه كاين 100 كيلو شي حاجه صعيب صعيب انني نجري مباريات فيها ريتم وايقاع ونجري بالكره وخاصه فوق داك الغازون ارتيفيسيل فكيطلب واحد المجهود بدني المجهود البدني مع لو سور بوا يقدر يدير ليا مشكل في لي زارتيكولاسيون او شي بليسور اللي صعيبه دونك اوتوماتيكمون لي زابي ما تيبقاوش هما هذوك فملي كتكون بدنيا ماشي هو هذاك صعيب عليك بدرجات كبيره بانك تمشي للغازون ارتيفيسيل ودير فيه مباريات دونك صعبه هاد المساله هادي بطبيعه الحال سي منعم هو في شي مكان اللي ما فيش تغطيه تحرك شويه غنتحرك متى سعود الحداد سمعي اذا كانت عندك معلومات اخي على حسب الاصداء اللي عندنا بان الاسبوع هذا اللقاء مع نجم الساحل يقدر يكون يقدر انا لا اؤكد شيء يقدر واتمنى الوداد بان يكون سي اسماعيل الحداد لانه مهم جدا مهم جدا اسماعيل الحداد في لو ديسبوزيتيف ديال الوداد لان معروف الوداد تلعبوا بطريقه معروفه منذ زمن 4-3-3 ودائما الوداد في زمن تألقه او في قمه تألقه تكون عنده الاجنحه اقوياء يعني لي دو اكستريم تيوسعوا التيران وتيمشيو تيديروا دي سونتر كيديروا دي بينيتراسيون كيستافدوا من ذلك يا لي زاتاكون يا لي ميليو تيران دوي كيمشيو باش يماركيو ولا لاتيرو اللي كيجيو باش يدعموا يدخلوا داك لي زيل بحال اللي وقعت في من الدور العصبه ومن دور البطوله ومن الدور هذا الى اخره من نلعبوا الفينال فالوداد دائما كان عنده اجنحه اقوياء ملي الوداد الرياضي تاثر بغياب اولا رحيل النجم ثانيا المترجم اللي ما دخلش في الجروب يعني باش يعاود النجم بديع تيلعب ولكن الوقت اللي غيعوضو شكون غادي يعوضو تيغزيو ما نجحش لانه ستا ميليو غونترون تيشد الكره من اليسار وبغي يدخل ولكن امكانيات واش تتساعدو انه يلعب فريق بحجم الوداد الرياضي هذه من الاشياء اللي خلات بان الوداد الرياضي يتراجع في نتائجه وهو ليزيلي الاجنحه ديال الوداد ماشي هما هادوك فيف كودي ام حفيظ اسماعيل من ريمونتادا انا راضي على النصير ديالنا واللي معجبو الحال يشرب بحال الاحمر بيبو ميتوديس الله يحفظك لنا خويا ديما راه جمهوري الشريف بالقدم ناطق لا ما كاينش هادشي نقدمو الانسان صحفي تيدير عمله يمكن مجتهد في قضايا ولاد الرجاء كيجيب اخبار وهذا وكل واحد كيقراها كيف ما وانا لا ادافع انا كنقول لهم الواقع من حقي ندافع كيما تندافعش كنمشي على قعد والعمل ديالو الحافظ يجد الله مع الرجاء شكرا اخي امين معك توفيق اخبار تفيد بانه تم الاتفاق ولكن التوقيع الرسمي لا وجود له لحد الساعه
خاص تمشي الاسبيطار في قطر هواري ملي كان اوزا ديال من بغا فين كانوا تقبيه. لو كنا في عصر اوزا الحالي ومع الفيسبوك لكان بزاف دابا ديال الناس الوداد ديال ما عاجبهمش الحال، لان هذا امر عادي. فتتعرفوا اي حاجه عندها علاقه بالرجاء فوداد تكون ما متفقش معاه، وعندها علاقه بالوداد الرجاء ما متفقش معاه. مساله مفروغه ما فيهاش. دير سبور سيامي سي عادل. سيامي ورصد ما تلعب في تعلم في كل ما يتعلق قوانين هذا النموذج مهما اختلفت معه يحتم عليك احترامه وتتبعه. بعد تصريحات ديالو فيها نقاش. نرجع معك القضايا ديال الساعه. مثلا بزاف الناس انا كنتكلم حتى مع اخواني مثلا المصاويين، كنطلب من اخواني المصاويين ينساو فرق اخرى ويقابلوا المعص، كندوي مع الجمهور دابا اللي شي مسؤول، ينساو اي فريق اخر يقابلوا المعص. انا شفت واحد الصفحه مصاويه تتكلم على هدف شباب محمدي، هدف رائع يا اخي، اللاعب قطع على تراجيكتوار ديال البال، المشكل في المدافعين ما شافوش اللاعب اللي خرج ودار اون تيت بلونجو بريمي بوتو، الحارس ما عندوش ريفلكس، اذا اللاعب جاي عنده في الكاري ديالو ونورمالمون الحارس خصو يوقف ما وقفاش مثلا مزيان، انما اللاعب سجل هدف. شباب محمدي دارت في 9 نقاط ممكنه نقطه، في 9 نقاط ممكنه دارت نقطه شباب محمدية. ما المنع على الماس فتسع نقاط بانها تكون دوبلات كل شيء؟ الماس ما دارتهاش، 9 نقاط داروا 3. دونك لو الماس داروا غير 6 كون دار عنده بلوس 3. دونك في هذا الصراع ديال الدوزيام ديفيزيون هناك من يحاول وما تندويش دابا على الماس، تندوي دابا على كل شيء، من يحاول نقله للكولاسه. حيدوا الناس هذا الوهم، الله يجازيكم بخير. كاين ناس ذوي نيات سيئه تيشوفوا بان رئيس الماس مسك عليه الله شويه، بان رئيس ديال شباب محمدي مسك عليه الله شويه، باغي يجروهم لهاد اللعبه دي. ممكن كاين ناس باغا لا راه الماتش راه كره القدم كتحكم التيران، الا ما عندكش لعابه يضربوها في الكاري ويمشي ويكون عندهم هذا راه ما كتقرا اللي بغيتي اعطيني الميساج ديالك وقراه، راه ما غادير حتى حاجه. وبالتالي اطلب من المصاويين اللي تنعرفهم مزيان كيفاش كيقول الفريق ديالهم، تعرف مزيان الاخلاص ديال الفريق ديالهم، قابلوا الماس، قابلوا الماس، نساو فريق اخر. غنعاود نقول شباب محمديه من 9 نقاط خداو نقطه، من 9 نقاط ممكنه، دابا من 12 خداو 4. اش ولات المصايب 12 خدات 4 في 4 المباريات. دونك شويه الناس تفيق قبل الماس وشارك في اللعبه ديك مع الماس. امين شي اخبار الكالوشي؟ ما عنديش اخبار، وبصراحه خصني نتواصل معاه لانه صديق عزيز ومن اللاعبين الكبار اللي دازوا في ذاك المركز ديال داير ايصاف تاريخ كره القدم المغربي. عندك شي مشكله مع اسامه؟ لا لا نهائيا 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 يا اخي، نهائيا نهائيا، ولا داعي لمثل الاشياء. قبل عاد اوزات الالقاب في رجوع اوزات القش لقاب واش راه كي بغيتي انت خويا، غنشرحك بطريقه اخرى. في ذاك العاد الرجاء مشات ادت على الاخضر واليابس في افريقيا، وجميع المنتخبات الفئات السنيه وحتى المنتخب الاول كان الرجاء يتوفر فيها لاعبين 3-4-5 اللاعبين، ولك انك ترجع للتاريخ كما كنقولوا دابا بزاف الناس كتهضر على الوداد. لا، الا تبعتي مزيان التيرين ديال الوداد راه كيدو القاب في البطوله، عندهم لاعبين في المنتخبات، في المنتخب المحلي يزخر كذلك لاعبين الوداد كيكونوا هما النواه ديال المنتخب الوطني المغربي. وبالتالي كفى من العاطفه وخلينا شويه المنطق، خلينا شويه المنطق، راه ما يمكنش من الفراغ تكون، ما امبوسيبل تكون من الفراغ. اخي امين توقعك للطريقه التي سيعتمد عليها السلامي سيكون حاضرا جدا، غادي يلعب على قوه الرجاء اللي غتعتمد على بعض الحماس والجمهور اللي غادي يدفع فريق الوداد الرياضي، او عفوا فريق الرجاء الرياضي. واتمنى بان الانسبيراسيون يعني الرجاء يكون انسبيري، خاصة مفاتيح اللعب بالرجاء الا كان الحفيظي حاضر او متولي يكون انسبيري بيان انسبيري، ويعطيو كرة مهمة للرحيبي والمالونغو، ما يبقاش يهبط مالونغو نص تيران، راه عذاب وحرام امكانيات ذاك اللاعب الكبير انه يبدا يخرج نص تيران. وملي يدخل السي الحداد واش خصو يلعب في اليسر؟ وتيلعب في اليسر خصو يكون قريب من لي زاتاكون. دونك الا بغى المالونغو يكون قوي وياثر على الدفاع المازيمبي المتوسط، اعيد واكرر كمنظومه دفاعيه وكدفاع، اذا بغى خص مالونغو مجهوداته تكون الفوق 30 متر الاخرى، ماشي في رقعة الملعب كاملة، لأنه تيفقدوا مجهوداته، تيوصل عيان، ما تيلقاوش في لي سونتر، ما تيلقاوش في لي زابوي، ومن ثم تيتعطلوا باش يجيو لاعبو فريق الرجاء الرياضي.
ماذا قضية باتريس بوميل وراتبه الخير؟ نورمالمون ما بقاش مع الجامعة، وسنرى كيف غادي تفكوا مع باتريس بوميل، او الاخبار اللي غتجينا على باتريس بوميل. انا كنحاول بجميع الوسائل نتواصل مع سي منعم. سي منعم صاحبي بغاو الرجاء تلعب يوم اثنين وتلعب الجمعه. سمعتين غشيه الرجاء وداد سيقسياني في دور الربع عالي، وداد في القسم الاول والثاني في نفس الوقت. مع واش بغيتي شي يعني وداد دائما ان شاء الله غتخرج. كنحاول نقرا احسن خطه ما قريتش اخويا. عاود تري بون اناليز سفيان، عاود اخويا عطيني الله يجازيك بالف خير، عاود عطيني لو سمحتي الميساج ديالك. الرجاء في اليوم ترينات غنشوفو دائما مع الاخوان وهذه المساله هذه. انا احاول انني اتواصل مع اخوان. طيب غناخذ بعض المكالمات بطبيعه الحال قبل ما نقدر نستطيع نتواصل مع سي منعم. دير تدريب باش تدرب مالونغو انت يا تقني. لا انا تعطي رايي، انا ماشي شغلي. انا اقول بان اللعاب ما خصوش يبقى يهبط، ومن اللي بغات تستافدوا الرجاء خصها تستافدوا في 30 متر الاخرى. ويمكن السلامي راه هو اللي عنده الالقاب، هو اللي مدرب عنده راي اخر، والسلامي راه هو اللي كيدرب الرجاء. الناس سولي على رايي يا اخي، نسوا رأيي جاوبتهم على رأيي فقط، ما قلتش لهم شخصي يدار. أين يتدرب فريق مازيب؟ تقطعات كثيرة في الصوت ممكن عندك. أنا ما عنديش تقطعات كثيرة في الصوت يا أخي، ما عندي شيء تقطعات كثيرة في الصوت. عندي صوت مزيان نورمالمون، أنا قعزت الصوت عندي باش تسمعني ونسمعك بطبيعة الحال. أرقام كتشوفوا على الشاشة. مشكل ولد أن أصبحت نادي وليست فرقة، بحيث أن الفرقة تكون متكاملة وتعيش في تشامبيونز، وهذا يمكن أن يحصل الانتصار، خصوصا إذا المسؤولية في المغرب تعطى لغير أهلها. كيف يوجد على رأس مدير أشخاص ومستوى ثقافي متقدم؟ المانجر خص يكون ملم بالمانجمنت وبالقانون. الرجاء إن شاء الله تفوز 3-0. صوت جيد، صوت هو هذاك أخويا الآن، صوت جيد منذ قليل تقطع، ونعتذر على الانقطاعات اللي كانت ديال الصوت اللي كانت خارج الإرادة ديالنا بطبيعة الحال. غادي نقدوا مكالمة، ندخلوا مكالمات مع الإخوان قبل ما نستقبلوه بطبيعة الحال، ونحاول نستقبل السي منعم. الو الو الو، مرحبا اخي، اسم ديالك؟ الو الو، كتسمعني سي امين؟ مرحبا، اسم ديالك اخي؟ الو الو، مرحبا، تفضل اخي، اسم ديالك؟ سعيد من كندا. تفضل سي سعيد. لاباس لاباس سي امين، لاباس عليكم بخير. الله يطول عمرك، تفضل. الحمد لله. بغيت نرجع لذاك التدخل ديال الناطق الرسمي ديال فريق الرجاء البيضاوي. اييه. انا بالنسبه ليا الناطق الرسمي ديال الرجاء البيضاوي هضر في كاع المنابر. تقريبا من نهار السبت هو كيتكلم، ويعني وضح بطريقه مزيانه الملابسات ديال شنو وقع نهار ذاك الاجتماع. نعم. وكنظن ان جميع الصحفيين سولوه مباشره كما عملتي انت، كيفاش وقع التغيير ديال لا بوزيسيون ديال العصبه بعد توصل بمكالمه هاتفيه من السيد الرئيس المحترم ديال العصبه. نعم. كنظن ان الصحافه اليوم كترفض رفضا قاطعا انها تسمي الامور بالمسميات ديالها. شنو هي هذه المسميات؟ خاص الصحافه تكون عندها الجراه وتكون عندها يعني الاحتراف انها تصل بالسيد رئيس العصبه ويدوز عندها في المنابر ديالها وتطرح عليه السؤال اللي بغاو الناس يسمعوا الجواب ديالو. ما نبقاوش نحوموا حول هذا السيد هذا اللي مترفع عليكم. شفنا كيفاش كيتعامل مع الصحفيين وكيفاش كينهر الصحفيين الا من رحم ربي. علين اذا انا في النقطه. اسمع اولا، انا موقفي واضح كصحفي وكملاحظ موقفي واضح. لا وجود للرجاء والوداد في التسيير بالنسبه لي ما خصهمش يكونوا بجوج في التسيير. هذا رأي شخصي. ماشي هو هذا المشكل. لا غير فهمني، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. انا ما عمري درت مع سعيد الناصري وترفع عليا. انا كنقول انا موقف ديال محمد امين حامد ما كيجيش عندك. قلت لك ما كيجيش عندي، يجي عندي غير مطالب انه يجي عندي.
غير مطالب، انما ما عند ما عندوش في الزاميه. اسمح لي يا خويا، راه ختم هو، راه ختم عند سي سعيد يا اخي، لازم عليه انه يجي، هو غير ناطق رسمي في العصبه، لازم عليه يا اخي، ما لازمش عليه يجي عند اوريزون تي في، ماشي الشركه ديالو، راه هذاك هذاك سون دي دوني بوبليك يا اخي سي سعيد، انا متفق معك بانه خصو يتواصل، وبانه العصبه هي واحد المؤسسه لازم يتواصل، لازم عليه يتواصل، انما ما عندوش اجباريه ديال انه يدوز معايا ويدوز مع واحد، ما عندوش اجباريه، خاصك تدوز معايا يدوس في الاذاعه الوطنيه، عندنا المحترفين، عند الاخوان ديال الاذاعه الوطنيه اللي هما نازيين عندهم. دابا انت كتبني الملاحظات ديالك على انك رجاوي ولا كمتتبع ديال كره القدم الوطنيه، وسؤال بريء. انا لا، ما كيعجبنيش هاد الجبروت اللي كاينه في هذا الميدان هذا، فهمتي؟ انا كنعيش في الخارج، كنشوف الناس كيجيو يتحاسبوا كل نهار في الاذاعه، الناس اللي هما عندهم مسؤوليه، اللي عندهم مركز، اللي هو مسؤول. ما جاوبتينيش على السؤال يا اخي العزيز، والله لك هضرب سؤال بريء. واش تتبني موقف ديالك على انك محب للرجاء، او لا انت كتبني موقف ديالك وبكل صراحه، وانت حر قول لي بغيتي يا اخي، او لا انت كتبني موقف ديالك لانك متتبع كره القدم الوطنيه؟ تفضل. انا كنتكلم على السي سعيد الناصري بالصفه ديالو كرئيس العصبه. ما جاوبتيش على راسك انت واش تبني دابا 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 هذا سؤال السي امين، والله العظيم، والله العظيم لا في اطار النقاش انا وياك. اون تران دو نوايرو بواسون، دابا انت كتغرق الحوته. علاش يا اخي؟ كتغرق فيها. علاش؟ جاوبني. انا قلت لك، انا كنقول الامور هكا، انا شفتو في واحد المسائل الانتخابات كيفاش كينهرب الصحفيين. لا، داك الشيء شغلو انتخابات. لا لا لا، انتخابات الله يخليك، هذيك حياته شخصيه. كاين في الاعمده ديال الصحف. لا لا لا، هذيك حياته شخصيه في انتخابات. انا ندوي معايا في الكره، انت كتقول لي انه كمسؤول رئيس عصبه خصو يتواصل، انا معاك. في الكره ما كيجيش انا معاك، ولكن ماشي اجباري عنده، لا يطلق خصو يقول لي ونقول يدوز معايا، يقول لي اندوز، يعني ماشي اجباري يجي عندك، ولكن احنا كمواطنين وبالنسبه للناس اللي كيديو كيأدوا الضرائب خاصو يجي يجاوب. نعم. ويقول شنو كيدير. يقول لنا واش كيدير اجتماعات، واش اللجان اللي داير هو في العصبه خدامين. شنو كيدير باش يطور العصبه؟ شنو كيدير باش يطور المنظومه؟ شنو هما الاتفاقيات اللي خاصو يدير مع العصب الاجنبيه باش نعرفوا الكره ديالنا فين غاده؟ هادشي كله خصنا نعرفوه، وخصو يوضح لنا هو السي القجاع العلاقه اللي كاينه ما بين العصبه وما بين الجامعه، اللي هي حقيقه غامضه. العلاقه اللي كاينه ما بين العصبه والجامعه غامضه اليوم. شكرا، هذا هو الموقف ديالك يا سي سعيد. المهم الله يجازيك بخير، هو صاحبك قول له يجي عندك، بغينا نتسناو. لا خويا، لا شو صاحبي ديك في الشارع، ما في الاعلام وفي العلاقات المؤسساتيه. لا 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 يا اخي، انت قلت لنا صديقي. اسمع، وانت تقدر تكون انت صديق. انت قلتي يا اخي سعيد، انا كنتبع كل نهار. يا اخي سي سعيد راه يقدر تكون انت صديقي وما متفقيش انك في المواقف، تكون انت صديق خويا كاع وما متفقيش انك في المواقف. في الشارع صديقي، كما هو السي انور دبيره صديق ديالي، كما السي الاخ المحترم جواد امين في مكتب الرجاء صديق واعتز به وافتخر به، قلت شي الف مره، انت هي خاصك تسمعها. كما السي عبد الملك ابرون صديق ديالي، هذه صداقه، انما في الاعلام، اعلام واجب الناس، واجب ديال المواضيع المطروحه للنقاش فقط، ما فيها لا نيه ولا سوء نيه. انا ما غتخلصني لا نيه ولا سوء نيه، اللي غادي يخلصني ولا غادي يكون عملتي يا اخي سي سعيد. مي هضرتي علي، انا هضرتي علي خصني نجاوبك، هضرتي علي خصني نجاوبك يا اخي، هضرتي علي خصني نجاوبك. تفضل تفضل. الا سمحتي، الله يجازيك بالف خير. شتي قبيه والوالد ديالي، وبزاف المواقف ما كنتفاهمش معاه، غنجي حتى الاعلام ونقول لا داك صاحبي صافي، ما خصنيش، ما كاينش هادشي نهائيا. صاحبي الميكرو ما ديال حتى شي واحد، الميكرو الكاميرا ديال الموضوع، ديال الناس، ديال المتتبعين، ديال الاستمراريه، ما ديال حتى واحد، والا حتى حد ما غيدوم فيها. هذا هو اللي كاين يا اخي سي سعيد، لا اقل واكثر. وماشي خطاب ديماغوجي، ماشي خطاب ديماغوجي ولا مبدا، هذا خطاب واقعي. تفضل اخي، مرحبا. غادي نجاوبك على السؤال اللي خليته معلق قبيله، دابا غادي نجاوبك عليه. مرحبا شاميل، انت رجاوي. انا لاعب سابق ديال الفتح. مرحبا. لعبت في الفتح وحييك البيضاء. وحييك، راه كان مهم تجاوب على السؤال. احييك بانك انت انسان محايد، ما عندكش ديك العلاقه الرجويه، ولكن عندك موقف. لا لا لا، حاليا الفريق الذي يطربني والجمهور الذي يطربني هو الرجاء البيضاوي. مرحبا، تحياتي سي سعيد. كنموت على الرجاء، انا كنموت على الرجاء حاليا، لانني كنموت على الكره، لاني كنبغي الكره.
سي سعيد اللي كيبغي الكره راه كيبغي الرجل. سي سعيد تحياتي. شكرا شكرا شكرا, شكرا. تحياتي سي سعيد. اولا انا دائما غنبقى نطرح هذا السؤال, علاش؟ لان نحن في هذا الصراع المواقف خصني افكار ما خصنيش عواطف. والافكار هي اللي كتبني لنا طيب كتبني لنا طبيعه الحال المؤسسات. الافكار اللي كتبني لنا العقول وليست العواطف. العواطف تبني والو, العواطف تبني يمكن عائلات تبني هذا. حنا ما بغينيش دابا العواطف, بغينا نقاش عقول. وانا غنعاود نقولها للمره المليار كما كيقول لي السياسي اللي كنحييه في الميساجات ديالو معايا شخصيا, موقفي ثابت لا للرجاء والوداد في مراكز القرار, ومع بانه في المستقبل القريب يدير انسان محايد من جميع الانديه ويسير العصبه الاحترافيه بما يرضي الله. متفرق بحال فرنسا كتسير امراه اناطالي كتسير العصبه الاحترافيه ليغ فرونسيز دو فوتبول, حتى هي سيده محاميه عندها كفاءه في قوانين خاصه بلعبه كره القدم, تتسير امور ديالها بطبيعه الحال. غادي ناخذ مكالمه. الو 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 السلام عليكم. اخي اسم ديالك؟ معك ياسين طنجة سي امين. تفضل سي ياسين. نظر على فريق اتحاد طنجة سي امين. نعم مرحبا. والمباراة اللي مع جديدة اييه كنشوفوا باسم اخوان بيدرو بن علي, فالحمد لله عاد ثقة للاعبين. كيبان لعابة ولات عندهم عقلية أخرى وعندهم اتيتيود أخرى. نعم السي امين اصبحوا يقدمون اداء متميز زعما يعني مزيان داخل وخارج الديار. صحيح ان بيدرو بن علي يناقش في بعض الاختيارات, لكن على العموم هناك عديد من الايجابيات السي امين. لقاء دابا لقاء الوداد او بالرشيد, واش مع الوداد السي امين ولا بالرشيد اتحاد طنجه؟ لا بالرشيد من بعد كاين الوداد نورمالمون. يعني غيكون مناسبه اخرى من اجل تاكيد ان الفريق في الطريق الصحيح. كاين واحد الجانب السي امين اللي كيبقى هو شويه نقطه سوداء, هو المستوى البدني. المستوى البدني للاعبين خصوصا في ديك الربع ساعه الاخر, الا لاحظتي معايا السي امين فكيكون واحد انهيار انهيار شويه ديال اللاعبين. بالنسبه للماتش ديال الجديده بالنسبه لي انا, فالفريق كان بامكانه يفوز بثلاث نقاط. صراحه ديك الفرص الضائعه اللي كيفاش ضاعت في الشوط الثاني, خصوصا فرصه لاعب موكوكو. اللاعب اللي صراحة موكوكو كان بديل فعال وأضع كان أضع هدف محقق ودخل نشط الجهة اليمنى. اللي كنتمناه السي أمين هو أنه يزيد يعطيه الثقة لهذا اللاعب موكوكو اللي عنده إمكانيات. هو اللي كيتريني به السي ياسين؟ لا نعم السي أمين هو اللي كيتريني به. ياسين هنا دابا في اتحاد طنجة. أييه دونك هو اللي عارف. هو اللي يلعب اللاعب. والصراحة سي امين هو ملي كيدخل يعني كيمتاش بديك السرعة وكيعمل فارق. فأنا عندي ملاحظة على اللاعب اجروتن, فكنشوفوا كيفاش كيكثر المبالغة في الاحتفاظ بالكرة. اتحاد طنجة مع الوداد الرياضي الموسم الاسبوع المقبل مع الوداد ومن بعد مع يوسف برشيد. تفضل. الا ما تأجلش الماتش سي امين ديال الوداد, قلت بان اجروتن خصو يتخلص من ديك الزياده في المبالغه في الاحتفاظ بالكره. وكنتمنوا انه المستوى البدني خصوصا المستوى البدني للاعبين انه يتحسن ان شاء الله في قادم المباريات ان شاء الله السي امين. وكنتمنوا انه الفريق يبقى بهذا المردود بخصوص السي امين المعد البدني. فالشهاده اللي عنده لا تقبلها الجامعه الملكيه, اللي هي انه كنجبروا لا يتواجد مع بيدرو بن علي في مقاعد الاحتياط. خصو يرجع لاسبانيا انه يجيب شواهد تماما, واحد التكوين ديال لمده شهرين. عادي يجي المغرب باش يكون مع بيدرو بن علي, في حين ان المساعد الاخر ديال بيدرو بن علي فهو خصص انه يكون في المدرجات لقراءه المباريات من المدرجات. نعم وهذا الشيء اللي كاين السي امين. وشكرا تحياتي. شكرا السي ياسين. بطبيعه الحال السي ياسين محب ديال فريق اتحاد طنجه اللي غيدوز معايا محب ديال شي فريق, فاهلا وسهلا به. ما عندنا مشكله في هذه المساله بطبيعه الحال, بالعكس غادي يعطينا اختلاف في المواضيع لان تنعرفوا الرجاء والوداد عندهم مستوى اعظم ديال المحبين, وهذا امر عادي جدا. انما محبين ديال فرق اخرى خصهم تما يكونوا معنا ونعرفوا رايهم. ناخذ مكالمه. الو
السلام عليكم. مرحبا. مرحبا اخي، معك يوسف من بلجيكا. نعم يوسف، معك يوسف من بلجيكا. تفضل سي يوسف. نعم اخي. تفضل اخي، كل شيء بخير. الله يطول عمرك. خويا بغيت سميتو. الو سي يوسف. نعم اخي. تفضل. كتسمعني؟ تفضل. واش المدرب الوداد حيدو ولا باقي؟ نعم. داك دوكا سير، واش باقي مع الوداد ولا ما باقيش المدرب؟ الوداد مازال لحد الساعه، مازال هما كيتفاوضوا ولا كيتكلموا، ولكن لحد الساعه راه مازال مع الوداد. اوكي. او السيمانه اللي فاتت ملي كانت لعبات الرجاء مع سميتو فرقه من ماستر ديك اسماعيلي، شي واحد كان اتصل بيه قال لك اجلوا كاع المقابلات، وهي لعبات مع بارامونس ولا ما سميتها، لعبات هذه اليومين وغتلعب غدا مع مقاولين العرب. ديما كيتشكاو، ما عرفتش علاه زعما، والناس راه حشومه بقاو يهضروا على هذا الشيء هذا في المغرب. ما باش ما فهمتش هذا المشكل اللي عندنا حنا في المغرب على الجامعة على رئيس العصبة. هما اللي كان هو موقف الدراجة محكوم فاش انهم كانوا كون لعبوا الخميس غيلعبوا الاثنين، لعبوا الجمعه. ما عندناش متفق معك انا، هادشي متفق معك. راه مشكل دابا اللي نايض، راه نقول لك انا نحكي لك واحد الحاجه وقعت هنايا. كنا كندخلوا دابا مثلا كنتلاقى شي اصدقاء، انا لا وداد انا، المهم انا ولد رباط كنبغي لي فرحه، كنبغيت الوداد كتعجبني الوداد. هاد مؤخرا بقات كتعجبني، كنمشي لشي قهاوي، كاين قهاوي طنجاوه، كاين قهاوي ديال تيطوان، كندخلو نتفرجو ملي كتكون لعبه مع الاصدقاء الكره، بعد الماتش نتفرجو داري. ودابا وليت شي مابقاش كنقول لك الماتش الدراجه ديال تيطوان، ديك قهاوي تيطوان طنجه وكذا، على هادشي اللي وقع. كيقول لك الدراجه كيعطيوها في المغرب، عرفت شنو، كلشي كيتشكى وكذا، ولات مكتوبه عندهم. لا هو ما كيقولوش في الماتش، هادشي اللي كاين هو اللي كاين، هذا هو المشكله، وكيديروا المشاكل بين الجماهير وهادشي اللي كاين. صافي اختي، بغيت نعيط باش نسقسي على المدرب، شحال اللي مشى، الا بقى معاهم ذاك المدرب شتت لهم الهويه ديالهم. واسمح لي انا جيت الملك، بغيت نسقسيك اخويا على جيت الملك. مرحبا. واش شفتوا ما لعبوش؟ علاش ما لعبوش فريق جيش الملكي؟ لانهم ما كانش معهم غير يلعبوا. علاش ما كاينش تاجل لهم الماتش ولا؟ لا راه لعبوا. الو الو، ما لعبوش ما لعبوش، نهار لعبوا مع الرجاء ما لعبوش. الو لعبوا مع تيطوان. الو كنسمعك. لعبوا مع الرجاء ولعبوا مع تيطوان؟ نعم. ما لعبوش ما لعبوش هاد السيمانه، علاش؟ انا ما كنسمعش. الو ما قلت. الو كنسمعك، كتسمعني؟ الو الو، ما كان مسمح لي اخي، ما مشى لي الصوت، انت نحاول نشوف هذه القضيه ديال الصوت. دائما مع الاخوان اللي كان نورمالمون، وي هو كان كيسولني على فريق الجيش الملكي، راه لاعبين غدا مع فريق اولمبيك اسافي، قلت لي ما لقاوش، يعني اولمبيك اسافي كانت لعبات لقاء وسط، لعبوا جوج لقاءات ومن بعد كان عندهم لقاء وسط الاسبوع، وخلاو لهم لقاء ديال فريق الجيش الملكي الى يوم غد باذن الله. من بعد مشى لي الصوت، كنشوف يعني لغايه بقاش كيوصلني فيها الصوت. هذا هو اللي كان وقع لي بطبيعه الحال بالنسبه للاخ اللي تكلم معنا قبل قليل بطبيعه الحال. يعني ما توفقناش ناخذ منعم اللي كان خارج التغطيه، منعم بالمقدم خارج التغطية ان شاء الله. لا لا اخي، راك كنسمعوا الاخ حسن محمد، راك كنسمعوا رجاوي قبيله، راك كنسول والله العظيم سولته بسبب شفت مواقفه كيهضر بطريقه سليمه وبافكار سلسه، قلت له واش انت باني موقفك على عاطفه ولا موقفك على موقف مؤسساتي؟ هذا فقط سؤال عادي في النقاش، واش غنبقى يتقبل النقاش؟ ما يمكنش شيء، كلشي غنسمع اللي بغيت انا، ما يمكنش تسمع اللي بغيتي، حيت إلا سمعتي اللي بغيتي ما يبقاش نقاش، تيولي بحال أنت تهضر مع راسك، ما كاينش ما كاين حتى حاجة جديدة، هكذا أعطيني الموقف، واش أنت علاش باني الموقف ديالك؟ ما عندها علاقة بشكون آخر، باني على عاطفة يقدر وداك حقوك، باني على موقف مؤسساتي يعطيني كيفاش، أنا ما كرهتش غدا يجي عندي واحد تيبغي مثلا إكس فريق، يقول لي لا أنا لا أقبل بأن رئيس الوداد يكون رئيس العصبة الإحترافية، ها علاش وعلاش وعلاش وعلاش، مثلا، نوطرين نعطوا أفكار أخرى. ماشي افكار غير صراع ديال الفريقين، مع اننا تنعاودها في الجميع لي ديبا، لا اللي كنكون كنشطهم، لا يا اخي ما عنديش هاد المساله ديال القطعه، حتى دابا ما تناخذش مكالمات لان اللغيه ما بقاش كتعطيني الصوت.
بطبيعة الحال. لا اللي كنعرف لا الاخ لا البرامج كنجي ليهم الوداد الرياضي والرجاء ما خصهمش يكونوا في موقف القرار في مراكز القرار، كنظن بان رئيس الرجاء ومؤسسة الرجاء تشاطرون هذا الرأي. ثم انا مع المستقبل القريب بان يكون شخص محايد حيدنا من الجميع، انت نديرو حنا تطور شويه من ناحيه الافكار، محايد بعيد بحال قلت انا كنعاود نقول فكينا في فرنسا بطبيعه الحال، وتجي وتسير عصبه الاحترافيه لكره القدم. تحياتي لكم اخواني، غدا ان شاء الله كنعاود نقول راه بطبيعه الحال كتشوفوا داك الشيء اللي كان تنديرو في الصفحه ديالي. غدا ان شاء الله 8 الليل قبل لقاء تشامبيونز ليغ، ونهار الاربعاء 8 الليل ان شاء الله، ونرجعوا يوم الخميس مع تسعود على ان نجيو يوم الجمعه مع العشرة الليل مباشره بعد نهايه لقاء الرجاء الرياضي وتي بي مازيمبي الكونغولي. تحياتي لكم، ليله سعيده، اللقاء. MDGS معا بروح رياضية.